السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ ازاي يا حبايبنا الصغيرين؟ احنا كده رجعنا تاني لشرح المناهج، وزي ما انا وعدتكم ان اول منهج ان شاء الله هبدأ بيه النهاردة هو منهج سنة تانية ابتدائي عربي. تمام، بس قبل ما ابدأ لمنهج سنة تانية اتكلم عليه او قبل ما نبدأ يعني عموما، انا هتكلم هعمل ريفيو بس صغيرة على كتاب الاضواء، كتاب لسنة تانية. السنة اللي فاتت شفت كتاب الأضواء عربي وما كانش كويس يعني، بس السنة دي بصراحة عملوه يعني طوروا فيه كتير جدا جدا جدا، فيستحق ان الواحد يعمل ريفيو عليه يعني. تمام، كتاب الأضواء السنة دي عبارة عن جزئين، جايبيني معاه الملحق اللي هو ملحق الأنشطة والمتابعات اليومية. تمام، الملحق دوت يعني بعد ما نخلص المنهج ان شاء الله هنراجع منه وهنحل منه. تمام، كتاب الاضواء السنه دي مميز جدا، يعني دايما بحب اشتغل بكتاب سلاح التلميذ، لكن السنه دي في سنه تانية كتاب الاضواء فعلا مميز جدا جدا جدا. ده انا بعد ما شفت كتاب سلاح التلميذ عربي، وبعد ما شفت الاضواء وشفت قطر الندى، فعلا كتاب الاضواء افضل الكتب في سنة تانية السنة دي، لأن طبعا سنة تانية ده المنهج الجديد، وهو كان أول منهج، كانت أول دفعة درست المنهج الجديد كانت الدفعة بتاعت السنة اللي فاتت لسنة تانية ابتدائي. تمام، فالسنة دي فعشان كده شفنا كتاب الأضواء وشفنا كتاب سلاح التلميذ. كتاب سلاح التلميذ للأسف لسه مطورش نفسه، لكن كتاب الأضواء ما شاء الله يعني غير في الموضوع كتير. تمام، طيب عشان ما اطولش عليكم ندخل بقى في الموضوع جد. قبل طبعا ما ندخل في شرح الموضوع، يعني ندخل في اول درس على طول، لازم نعمل ريفيجن للي فات. طيب، وهو كتاب الاضواء بالفعل عامل كده اهو، كتاب الاضواء جايب لي اول انشطة معايا ريفيجن على كل اللي حصل في سنة اولى ابتدائي، اللي هو لسه اللي ما حل يعني اللي ما كملناهوش. تمام، فهنكمله بقى، او في ناس كتير خدته وفي ناس واحنا كملناه بالفعل، بس يعني ممكن الاطفال عشان قعدت من نص ثلاثة فالموضوع مختلف شوية او نسيوا بقى. تمام، فالنهاردة هنراجع عليه جزء جزء، يعني الام اللي حاسة ان بنتها خلاص نسي كل حاجة، لا ما تقلقيش، احنا هنراجع كل حاجة. تمام، كملوا معايا الفيديو للاخر عشان النهارده الحلقه او الحصه مهمه جدا جدا جدا، لانها تقريبا ريفيجن لسنه اولى، بس هن هن عن طريق الانشطه اللي منزلها كتاب الاضواء في اول كتاب سنه تانية ابتدائي. تمام، ركزوا معايا وكملوا الفيديو للاخر. رجعنا تاني مع بعض، بس قبل بقى ما نبدا يعني غير الرغي كتير عن كتاب الاضواء هنتكلم، بس اول ما تدخل القناة فيها محتويات كتير جدا، فحضرتك عشان تتفرج على الحاجات التعليمية بس، يعني المهتم بالحاجات التعليمية، حضرتك هتدخل على قوائم التشغيل، هتلاقي كذا قائمة بقى، يعني هتلاقي مثلا الصف الثاني الابتدائي، هتلاقي تعليم انجليش، هتلاقي كذا، حضرتك ممكن تدخل على القائمة الموجودة وادخل اتفرج فيها عشان بس ما تتوهش وسط الفيديوهات. يبقى اول حاجة هندخل القناة، ما تدخل القناة كده في حاجة اسمها قوائم تشغيل. قوائم التشغيل ديت هي اللي موجود فيها كل الفيديوهات بس بشكل مرتب، عشان بس ما تدخلش تتفرج على الفيديوهات وتقعد تتوه لو حضرتك مهتم بنقطة التعليم بس في القناة. طيب، نرجع بقى نبدأ النهاردة. اول نشاط عندي موجود في الكتاب عن هذا وهذه، فكده هنضطر نراجع الاول هذا وهذه وبعدين نتكلم. لو عايز تتفرج على هذا وهذه، انزل في فيديو هذا وهذه بتاع السنه اللي فاتت موجود، لو عايز تتفرج عليه يعني توسع اكبر من اللي احنا هنقوله دلوقتي، لان دلوقتي هتعتبر زي ريفيجن. طيب، هذا وهذه لو فاكرين احنا كنا بنعملها ازاي، كنا عاملينها على شكل اغنيه، نقولها بالظبط كده، كان بيقول ان دي هذا وهذه دي عبارة اسمها اسماء الاشارة، اللي هي الاغنية بتاعتنا كانت اسمها ايه بقى اهي، فاكر يا شاطر معايا اسماء الاشارة كانت بتقول ايه؟ اسماء الاشارة نازلة من الطيارة، هذا للمذكر هذه للمؤنث، هؤلاء للجمع ومعهم هذان وهاتان. نقولها تاني،
أسماء الإشارة، نازلة من الطيارة، هذا للمذكر، للمذكر يعني المذكر ده يعني الولد، المذكر يعني الولد. طيب وهذه للمؤنث، انت عرفت الرسمة هي على طول، المؤنث يعني البنت. هذا للمذكر، هذه للمؤنث، هؤلاء للجمع. عارف يعني ايه الجمع؟ الجمع يعني حاجات كتير، يعني ممكن تبقى اولاد كتير، ممكن تبقى بنات كتير، ممكن تبقى اولاد وبنات مع بعض، يبقى الجمع دي معناها انها حاجة كتير. تمام، هؤلاء للجمع. ومعاهم قلنا كان معاهم مين بقى؟ اخواتهم التانيين، هذان وهاتان. تمام، نقول تاني أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، نازلة من الطيارة، هذا للمذكر الولد، هذه للمؤنث البنت، هؤلاء للجمع، ولاد كتير، بنات كتير، أطباء كتير، مهندسين كتير. أهم حاجة في هؤلاء إن لازم نقولها على الحد اللي عنده عقل. يعني مثلا لو قلنا مثلا تلاميذ، التلميذ ده اللي هو بيروح المدرسة وبيدرس وبيقعد قدام في الفصل وبيقعد على الديسك جنبك، ده اسمه تلميذ. أما نخليهم كتار مع بعض كتير واقفين مع بعض هنقول عليهم تلاميذ، يبقى ده اسمه جمع. تلاميذ دي دلوقتي تاخد هؤلاء. طب يا ترى هما التلاميذ دول عندهم عقل؟ اه طبعا، ده بيروحوا المدرسة عشان عندهم عقل، عشان يدرسوا، عشان يكبروا، عشان يطلعوا دكاترة. يبقى اذا تلاميذ جمع عنده عقل، يبقى ناخد هؤلاء اهو، هرسم لكم العقل، مخ مش عارفة يترسم صح ولا لا، المهم يعني ده العقل. يبقى هؤلاء لازم يبقى عنده عقل. طيب لو قلت قطط، هي القطط دي عندها عقل؟ لا، ما عندهاش عقل. الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان بيفكر، هو اللي عنده عقل، لكن الحيوان عنده مخ لكن ما بيفكرش. الحيوان ما بيعرفش حاجة غير ان هو ياكل ويشرب. يبقى قطط دي جمع بس مش عاقل، القطط او الحيوانات جمع مش عاقل. طب ينفع نجيها هؤلاء؟ لا، ما تاخدش هؤلاء، تاخد مين؟ هذه. هذه، ايوه، ايه ده، هذه اللي كانت للمؤنث، ايوه، هذه كمان للجمع الغير عاقل، يعني الجمع اللي ما عندوش عقل. تاني، نقولها تاني. اسماء الاشارة، نازلة من الطيارة، هذا للمذكر، هذه للمؤنث، هؤلاء للجمع كتير، ولاد كتير، بنات كتير. بس ايه الشرط؟ ان هو يبقى عندهم عقل ومعاهم هذان وهاتان. طيب لو حد جمع ما عندوش عقل، يعني مثلا لو لقينا اشجار كتير، هي الاشجار دي ليها عقل؟ لا طبعا، يبقى عشان كده ما تنفعش تاخد هؤلاء وتاخد هذه. طب لو لقينا كتب كتير، كتاب واحد جمعها كتب، ده اسمه جمع، الجمع يعني حاجات كتير، الكتب عندها عقل؟ لا طبعا، يبقى تاخد هذه. تمام، لازم جمع لكن عنده عقل، بنات كتير، اولاد كتير، معلمات كتير، تلاميذ كتير، اطباء كتير، اطباء اللي هو الدكتور، الدكتور اسمه طبيب، اسمه الطبيب، عشان كده جمعه اطباء. تمام، ومعاهم هذان وهاتان اللي احنا قلنا عليهم. بصوا بقى، هذان وهاتان، هذان يعني للحاجتين بس يكون ولدين، هذان للحاجتين يا ولدين، يبقوا اتنين، يعني هذان وهاتان الاتنين معناهم ان الحاجة دي حاجتين،
حاجتين يعني اتنين، يعني مثلا لو لقيت شجرة واحدة تانية واقفة جنبها اقول عليها ايه؟ شجرتان. طيب التان اللي هي ت ألف نون دي بتيجي اما الحاجة بتبقى بنت، يعني مثلا لو لقيت قطة المؤنث والاب بقى حطيت معاها قطة تانية واقفة جنبها تبقى اسمها ايه؟ قطتان. الت المربوطة دي تتفتح وتبقى ت مفتوحة. طبعا الطه عليها شدة وهناخدها بعدين هنراجعها اكيد. طيب لو لقيت قلم، قلم واحد اسمه قلم، هذا قلم عشان القلم مذكر. طيب لو لقينا بقى جبنا القلم ده وقفناه جنب قلم صاحبه هيبقى اسمه ايه؟ قلمان. حطينا الالف والنون، يبقى معنى كده هذان اللي اخرها الف ونون معناها ان دول حاجتين، معناها ان دول ايه؟ حاجتين. طب هاتان اللي اخرها ت والف ونون معناها برضو ان دول حاجتين، الاتنين دول معناها ان دول حاجتين، بس الفرق ان الالف والنون دي بتتحط مع الحاجة المذكر، لكن الت والف ونون احنا دايما رابطين المؤنث بالت المربوطة، يعني اي حاجة اخرها تاء مربوطة، ت مربوطة عارفينها اللي هي عاملة كده ديت، بس لازم يبقى عليها نقطتين. اي حاجة اخرها تاء مربوطة دي مؤنث، لكن خلي بالك مش هيه مربوطة، الهيه المربوطة ما عليهاش نقط، الت المربوطة هي اللي عليها نقط، تمام؟ دي تبقى مؤنث، مؤنث يعني حاجة بنت، فلو حاطين لو بنتين حاجتين مع بعض تبقى تان، هاتان. طيب يعني مثلا ادي ولد، ولد واقف وحده بس، لوحده بس كده اهو، ده نقول عليه ايه؟ هذا ولا هذه ولا هؤلاء ولا هذان ولا هاتان، ده اسمهم اسماء اشارة، يعني لو قلت لك الولد ده عايز احط عليه اسم اشارة هنقول ايه؟ هنقول هذا ولد لان ده مذكر. فاكرين اسماء الاشاره نازله من الطياره، هذا للمذكر، ده ولد، ولد واحد بس، يبقى نقول عليه هذا ولد، ما ينفعش نقول عليه هذه ولد طبعا لان هذه مع المؤنث البنت، ما ينفعش نقول هؤلاء لان هؤلاء بتيجي مع الجمع اللي عنده عقل، فاكرين ما ينفعش نقول عليه هذان لان ده ولد واحد، احنا قلنا هذان وهاتان لازم للحاجتين الاتنين، لكن لو وقفنا بقى بص قولها كده مع نفسك كده، حتى لو وقفنا ولدان مع بعض ده كده ولد وولد، ده اسمها ولدان، يبقى نقول ايه؟ هذان. هناخد بقى ما دام اتنين يبقى لا اما ناخد هذان لهاتان، ما دام حاجتين لهذان لهاتان، فبما ان دول ولدان اتنين مع بعض بناخد هذان، تمام؟ لكن لو كنا لقينا بنت، بنتين واقفين مع بعض اهي شعرها اهي شايفين كده، دي اسمهم بنتان، بنتان يبقى تاخد هاتان، تمام؟ عشان دول بنتين يبقى هاتان مع الحاجتين البنتين، المؤنث هاتان بتيجي مع المؤنث الاتنين، هذان بتيجي مع المذكر الاتنين، تمام؟ وما تنساش يا شاطر اما قلنا ان هذه كمان ممكن تيجي مع الجمع الغير عاقل، يعني اشجار كتير ما ينفعش اقول عليهم هؤلاء لان هؤلاء لازم يبقى عنده عقل، والشجر ما عندوش عقل، عنده ورق، ورق شجر، فعشان كده نقول عليهم هذه، تمام؟ احنا كده خلصنا شرح اسماء الاشاره، تعالوا نحل عليها وبعدين نمسك جزئيه جزئيه نكمل يعني نفتكرهم مع بعض. يلا نقرا مع بعض. في اول حاجه هو بيقول لي ضع هذا وهذه في المكان المناسب ثم صل. نصيحة لكل الأمهات اللي بتتفرج عليا، إن حضرتك خلي ابنك يقرأ هو السؤال حتى لو هيقعد يعمل سبيلنج حرف بحرف علشان ما تتعبيش انت معاه بعد كده، خليه يقرأ واصبري عليه وبعد كده
اول ما يشوف الكلمه هيفتكرها على طول. طبعا القراءه اللي هي تلاقي الطفل بيقرا كويس طبعا دي ما شاء الله يعني بتبقى قدرات، لاما بتبقى حصيل الكلمات. فحضرتك خليه يقرا، ما تقرايش لاي كلمه. طيب يلا نقرا مع بعض، يلا نقرا، هنقرا واحده واحده، هقرا واحده واحده معاك. تمام، يعني هنا به كسره مع النون عليها سكون، الدايرة الصغننة دي سكون، السكون برضو اسمه الحرف المخطوف. لو يعني عشان نشرحه تاني تابعوني بقى في حلقات التأسيس، لإما لو مستعجلين قوي ممكن تنزلوا تتفرجوا على فيديو الحرف الساكن موجود في الفيديوهات تحت أو في قائمة التشغيل زي ما اتفقنا. طيب الحرف الساكن الحرف المخطوف، يلا نخطفه. بيتخطف ازاي؟ الحرف اللي قبليه هو اللي بيخطفه بحركته. يعني دي ب كسرة ولا فتحة ولا ضمة؟ كسرة اهي، اسمها بي بي ب كسرة بي. بن بن بنتن، الضمة الغريبة دي شايفينها؟ مش عارفة شايفينها ولا لأ. الضمة الغريبة دي على فكرة دي عبارة عن ضمتين، وده التنوين، هناخد برضو التنوين وهنشرحه دلوقتي حالا، بس هنقول نقرأ ونشوف. بنتون، فين البنتون؟ اهي هو بيقول لي حط هذا او هذه، فاكر؟ يلا نقول اسماء الاشارة، نازلة من الطيارة، هذا للمذكر، هذه للمؤنث، مؤنث يعني الحاجة البنت. يبقى نقول هنا ايه بقى؟ ايوه انا سامع حد بيقول، نقول هذه بنت عشان هذه للمؤنث، وساعات بتيجي للجمع الغير عاقل اللي ما عندوش عقل. طب يلا نقرا اللي بعدها. شجرات، شجرات، شجرات. بص بقى، انا فاكر في الفيديو برضو لسه حالا لسه قايله لك ان الت المربوطه اللي فوقيها نقطتين دايما بتبقى الحاجه المؤنث، خلي بالك عشان ما تجيش تقول ان انا قلت ان يعني اي حاجه مربوطه، لا انا قلت الت المربوطه اللي عليها نقطتين، يعني اللي هي المربوطه تنفع، لا ت مربوطه بس. تمام، بتبقى هي مؤنث، مؤنث يعني بنت. شجرات، يبقى هذه شجرات عشان هذه للمؤنث حاجه البنت. قلم، قلم، قاف فتحه، قلم، قلم اهوت. نقول عليه ايه بقى؟ القلم ده فيها ت مربوطه؟ لا. طيب ما فيهاش ده مربوطه. طيب دي ولد بقى، مذكر ولا مؤنث؟ بصوا بقى بلاش لعبه ولد وبنت، هنقول مذكر ولا مؤنث عشان احنا كبرنا بقينا في سنه تانية، فما ينفعش نقول ولد وبنت. الولد هو المذكر، البنت هي المؤنث. تمام، قلم ده كده مذكر، يبقى هذا، هذا للمذكر، هذا قلم. طيب يلا، را، راجولا، لن سوري ده تنون ضم، راجول، رجل، 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 يبقى مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، ما واضح اهو، يبقى هذا. تمام، ده كده اسماء الاشاره والجزئيه بتاع اسماء الاشاره خلصناه، وهو كان نشاط واحد في كتاب الاضواء. طبعا تابعونا عشان هنخلص كل الانشطه، هي تقريبا 11 نشاط او 14 نشاط، هحاول بس بالانشطه دي كلها كاننا رجعنا على اولى ابتدائي. فما تكسلش واسمع الفيديو للاخر، لانه فعلا فيديو هيبقى مفيد جدا وهيرجع لك على اولى ابتدائي، وهشرح فيه كل حاجه ان شاء الله بالتفاصيل. كمل معايا الفيديو للاخر وما تروحش بعيد. رجعنا تاني عشان نكمل بقيه الانشطه وراجع على منهج سنه اولى ابتدائي. طيب النشاط التاني عندي، اختر المناسب ثم اكتبه. اوكي، قبل ما نشوف الاسئله هنراجع على حاجه مهمه جدا. احنا بعد ما خدنا اسماء الاشاره في سنه اولى ابتدائي كان في عندي ضمائر، الضمائر. بص برضو لو برضو عايز تشوف الضمائر، يعني الفيديو بتاع الضمائر باستفاضة، تدخل على القوائم تشغيل ودور على الفيديو وان شاء الله يفيدك، بس برضو احنا هنراجع ونشرحه بالتفاصيل.
الضمائر. قلنا الضمائر ان هما تلات اخوات، تلات اخوات ضمائر، ضمير فيهم اسمه ضمير المتكلم، وده كان اسهل ضمير، ضمير المتكلم، المتكلم تمام. وفي ضمير تاني اسمه الغائب، وفي ضمير، ضمير تالت اسمه المخاطب تمام. المتكلم، الغائب، المخاطب. يلا ناخد واحد واحد. نفتكر أغنية ضمير المتكلم، يلا نقولهم مع بعض. ضمير المتكلم بيحب يكلم نفسه، أنا، نحن، هما اتنين بس. تاني، ضمير المتكلم بيحب يكلم نفسه، أنا ونحن، هما اتنين بس. ضمير المتكلم أول واحد في الضمائر. ضمير المتكلم بيتكون من حاجتين، اسمه أنا ونحن، هما اتنين بس. زي ما أنا بقول، ضمير المتكلم بيحب يكلم نفسه، أنا، نحن، هما اتنين بس. طيب ضمير المتكلم اللي هو أنا ونحن، إيه بقى يعني؟ إمتى أخد أنا وإمتى أخد نحن؟ أنا أما يكون مفرد، حاجة مفرد، يعني مثلا أنا أحمد، أنا سارة، أنا آدم، أنا محمد، أنا مي، أنا رانيا، دي كده حد بيعرف نفسه، ده حد واحد بيقول أنا كذا. طيب ممكن نقولها بصفة؟ ممكن نقولها بصفة، يعني مثلا لو أنا مبسوطة أقول أنا سعيدة، سعيدة مثلا، أنا حزينة. لو أنا أنا طبيبة وعايزة أقول إن أنا دكتورة، أنا طبيبة. لو هو مهندس، أنا مهندس. المهم إن هو مفرد، مفرد ده يعني عكس بقى الجمع، عكس يعني حاجة كلمة وكلمة وحاجة غيرها خالص، الاتنين بيبقوا عكس بعض. مفرد ده عكس كلمة جمع، اللي هي الجمع دي بتيجي تحت نحن تمام. فدلوقتي مفرد، رجعت تاني معلش الموبايل فصل، يبقى دلوقتي أنا قلت المفرد عكسها كلمة جمع، المفرد عكس كلمة جمع. احنا الاول حاجة كنا بنتكلم في الضمائر، قلنا ان الضمير في المتكلم والغائب والمخاطب. الضمائر دول ثلاث ضمائر، محدش يقول لك اربعة ولا خمسة ولا اربعة ولا اتنين ولا اي حاجة، لا الضمائر ثلاث ضمائر. اما يجي يقول لك اكتب ضمير، يبقى انت تقول يا ماما على طول اكتب مين فيهم، المتكلم ولا الغائب ولا المخاطب. طيب نعرف بقى المتكلم، قلنا الاغنية بتاعتنا ضمير المتكلم بيحب يكلم نفسه، انا، نحن، هما اتنين بس تمام. طيب انا قلت بستخدمها في حالة المفرد، يعني انا اميرة، انا ابراهيم، انا سعيدة، انا حزين، اي حاجة بس بتكلم بصيغة مفرد. مفرد يعني حاجة واحدة بس، عكس الجمع، الجمع حاجات كتير. انا مهندس، انا طبيبة تمام. نحن بقى بتيجي دايما مع الجمع، نحن بتيجي مع الجمع، يعني لازم الكلمة اللي بعدها تكون جمع، يعني كتير. يعني مثلا نقول نحن مهندسون، نحن مهندسون، نحن تلاميذ. اهم حاجة يبقوا كتير، جمع، تبقى هي نحن بتيجي مع الجمع. ممكن نقول نحن سعداء، سعداء دي جمع سعيد، يعني حد مبسوط واحد بس، اما يبقوا كتير بقى مبسوطين نقول عليهم سعداء. نحن اغنياء كتير تمام. يبقى نحن مع الجمع وانا مع المفرد، وده اللي بيميزهم. طيب ده الكلام ده اما اجي اقول حط ضمير متكلم، اول ما اقول ضمير المتكلم افتكر الاغنية على طول، ضمير المتكلم بيحب يكلم نفسه، انا، نحن، هما اتنين بس. انا مفرد، نحن جمع تمام. ده اول ضمير اتكلمنا عليه المتكلم. طيب تعالوا نراجع كمان على ضمير الغائب.
ضمير الغائب بقى. ضمير الغائب احنا كنا قلناه في شكل قصة، تعال افكرك بالحدوتة بتاعة ضمير الغائب. كان في راجل كبير في السن اسمه ضمير الغائب، او اسمه ليه سموه ضمير الغائب؟ ضمير الغائب ده كل ما حد من جيرانه يغيب، يعني يغيب يعني يبقى مش موجود، يروح يسأل عليه يقول هو كان فين، هو راح فين، هو ما جاش النهاردة ليه. طب لو مثلا واحدة غابت النهاردة يمشي ضمير الضمير ده ويروح يقول هي ما جاتش النهاردة ليه. فالضمير فاصحابه كلهم اتفقوا عليه ان هيسموه ضمير الغائب، عشان كل ما حد يغيب يروح يسأل عليه. يبقى عرفنا ليه اسمه ضمير الغائب، عشان كل ما حد يغيب يسأل عليه. طيب ايه هو ضمير الغائب؟ ضمير الغائب صاحب حرف اله، صاحب حرف الايه؟ اله، عشان كل اصحابه بحرف اله. يعني هو هي لو واحد غاب يروح يقول له هو راح فين، لو بنت غابت تقول يقول لها هي راحت فين. هم هما هما هن، تمام. عشان كده احنا بنقول ان هو صاحب حرف الهاء علشان كل اصحابه دايما بالهاء، تمام. هو للمذكر، احنا كبرنا بقى مش هينفع نقول للولد، للمذكر. هي للمؤنث، مؤنث خلي بالك، تمام. هم للجمع، اوكي. هما فاكرين لما قلنا هذان وهاتان للحاجتين، هو نفس الكلام. حاجتين دي معناها كلمة مثنى، مثنى يعني اثنين، جاية من كلمة اتنين. للمثنى يعني للحاجتين، اهي اكتبها لك كده. هن للجمع برضو، بس الجمع المؤنث، تمام. تمام معايا كده؟ يبقى عندي هو هي هم هما هن. احنا اللي موجود علينا، احنا اللي موجود علينا في اولى وفي تانية هو وهي وهما. فدلوقتي خلينا في هو هي، كمراجعة لحد ما تيجي هما في وقتها هناخدها. طيب هو للمذكر، هي للمؤنث، تمام. عرفنا قصة ضمير الغائب، عمو ضمير الغائب ده احنا سميناه ضمير الغائب عشان كل ما حد يغيب يروح يسأل عليه، اما واحد يغيب يروح يقول له هو راح فين، لو بنت غابت او مؤنث غابت يروح يقول لها هي راحت فين. يعني مثلا اقول هو هو طبيب، هو طبيب، هو هو هي معلمة. بص كده مركز معايا، عشان المؤنث قلت ان يعني اغلب كلمات المؤنث بتبقى اخرها تاء مربوطه، فعشان كده بتاخد هي المؤنث معاه هي. احنا قلنا كبرنا ما ينفعش نقول هي للبنت، لا هي خلاص بقت كلمه للمؤنث، تمام. اللي هي اغلب الكلمات اخرها تاء مربوطه. يعني مثلا لو قلنا كلمه بنت، بنت دي ما فيهاش تاء مربوطه، هي تاء مفتوحه، بس بنت معروفه انها مؤنث. احنا قلنا كلمه مؤنث اصلا هي البنوته، تمام. فنقول هي بنت، هو ولد. طيب تعالوا نشوف التمرين بتاعنا. اوكي هنا اولاد، اختر المناسب، هنختار الكلمة المناسبة من بين القوسين. اولاد، هو ولا هي ولا هؤلاء. خلي بالك ان هو وهي ده ضمير غائب، تمام. هؤلاء ده مش ضمير، ده اسماء الاشارة اللي نازلة من الطيارة. هؤلاء للجمع، تمام. اولاد ما ينفعش اقول هو اولاد، او لا هو وهي دي لازم تيجي مع المفرد حاجة واحدة بس. يعني لو قلنا هو ولد، هي بنت، عشان ما تنفعش طبعا اولاد ولا ولد ولا اولاد، ينفع نقول معاها هي. لكن هؤلاء للجمع اللي عنده عقل. طب هم اولاد عندهم عقل؟ اه طبعا اولاد عندهم عقل، اكيد مش بيمسكوا الموبايلات، يبقى عندهم عقل. يبقى هؤلاء اولاد، هو من غير موبايلات، اي انسان عنده عقل، عشان بس ما يمسكوش في الكلمه دي. هؤلاء اولاد. يلا حلي معايا انت دي بقى. طبيب، احنا قلنا الضمه دي عباره عن ضمتين مع بعض، وده التنوين، وهنقولهم دلوقتي، هيجي وقتها وهنقولها. طبيب، طبيب، هو ولا هي ولا هؤلاء.
طيب طبيب ده مذكر ولا مؤنث؟ عايزة حد يجاوبني. هي اخيرة تاء مربوطة؟ لا هي مش مؤنث، هي مذكر. طبيب يعني دكتور، اللي قلنا جمعها اطباء، جمع يعني كتير. طبيب ده مفرد يعني واحد بس، طبيب يعني مفرد واحد بس. يبقى هنقول عليه، ينفع نقول عليه هؤلاء؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى هنقول ايه بقى؟ هو طبيب، لان هؤلاء للجمع العاقل، طبيب مش جمع. مريم، 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 بنت اسمها مريم. هو ولا هي ولا هؤلاء؟ ينفع نقول هو مريم؟ يعني هي بنت مؤنث، بنت مؤنث. على طول نفكر نقول ان المؤنث ناخد معاها هي، هي تلعب، هي مريم، هي سارة، لكن هو يلعب، هو ابراهيم، هو محمد. يبقى نقول ما ينفعش نقول عليها هؤلاء، لان مريم مش جمع، يبقى هي مريم. طيب قبل ما ناخد حاجه تانية، احنا ما خدناش، ما كملناش ضمير المخاطب. مش احنا قلنا ان ضمير الغائب صاحب حرف اله، كل اصحابه بحرف اله؟ ضمير المخاطب بقى كل اصحابه بحرف، هو اصحاب كلمه انت، صحاب كلمه ايه؟ انت. تمام، يعني ضمير المخاطب اي كلمه. بص انت بالظبط كده اهو، انت اخر التاء بتبقى عليها فتحه عشان تبقى انت، دي للمذكر. فاكرين انا قلت بقى احنا قلنا كبرنا، لكن المذكر هو الحاجه الولد. مش عايزه بقى اقول حاجه ولد تاني، بس عشان بفكرك بيها. انتي، ان التاء بتبقى تحتها كسره، ما بتبقاش فيه بس هي التاء تحتها كسره. انتي للمؤنث، مؤنث يعني بنت. هنفضل كده شوية لحد بس ما نرجع نفتكر تاني. أنتم، أنتما، أنتن، نفس الكلام. هما، معلش الموبايل تقريبا بيخرف، مش عارفة بقى الصورة اللي فاتت، هشوف الفيديو لو كده هنعمل لها مونتاج. هي بس الموبايل ظهر لي حاجة. انتم، انت، انتي، قلنا مفيش ياء، هي تحتها كسرة تحت التاء. انتم، انتما، اخرها الف، انتن. احنا اللي خدناه السنة اللي فاتت انت وانتي، سيبوا الباقي لحد ما تيجي وقتها. نفس الكلام ضمير الغائب قلنا صاحب حرف الهاء هو وهي، سيبوا الباقي لحد ما يجي وقتهم. تمام، بس لازم نحفظها لاولادنا كامله افضل. يعني انت ولد، انت انت دي المذكر، انت طبيب، انت تلميذ. ما دام فيها الت عليها فتحه انت، يبقى انا هتكلم على حاجه ولد، لكن لما التاء تحتها كسره لان الت كسرتي، فانتي، انتي، انتي طبيبه، أنت مهندسة، أنت بنت، أنت مريم. تمام، يبقى ده ضمير المخاطب اللي هو صاحب أنت، لكن ضمير الغائب صاحب حرف الهاء. وحكينا قصة ضمير الغائب وليه سميناه ضمير الغائب، ما تنساش القصة دي علشان ما تلخبطش بين الثلاث ضمائر. الضمائر ثلاثة بس اخوات، واحد اسمه متكلم، بس كل واحد ليهم حالة مختلفة. المتكلم اللي بيحب يكلم نفسه، أنا، نحن، هما اتنين بس. ضمير الغائب قلنا صاحب حرف الهاء وليه صحابه سموه غائب، لأن كل ما حد بيغيب بيروح يسأل عليه. هو للمذكر الحاجة الولد، هي للمؤنث، والباقي احفظهم لان هم كل اصحابه بحرف الهاء لحد ما تيجي وقتها. طيب المخاطب انت صاحب حرف، صاحب الثلاث حروف انت. تمام، انت اللي هي فتح التاء، تاء عليها فتحه، ده للمذكر. انت للمؤنث، انتم، انتما، انتن. تمام، خدنا اسماء الاشاره، خدناها كلها، هذا، هذه، هؤلاء، هذان وهاتان. قلنا ان هؤلاء للجمع العاقل، لازم يبقى عنده عقل، لكن هذه للجمع الغير عاقل. تمام، طيب اكمل ده التمرين الثالث. لحظه الصوره تظبط علشان
رجعت تاني معاكم، ودي كده الصورة اتظبطت، بس هو الستاند اللي قاعد يتهز، ف مستنية بس يظبط عشان يبقى يا رب كمان يكون الصوت واضح. انا هتفاجئ في الاخر، بس انا هو لحد دلوقتي الصوت واضح، ويا رب يكون الاضاءة كويسة والصوت يبقى كويس. بس يعني لو في اي ملاحظات خاصة بالصوت والاضاءة يا ريت تكتبولي، وان شاء الله احاول اتغلب عليها. طيب احنا دلوقتي رجعنا على جزئية كبيرة جدا من منهج سنة اولى، هنرجع على حاجات مهمة. الحاجة التانية بقى برضو اللي كان مهم اوي في سنة اولى، المد. المد مش احنا قلنا الضمائر ثلاث انواع؟ هو زيه بالظبط، المد ثلاث انواع. المد ثلاثة، مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. تمام، مد بالالف. المد ليه شروط، ماشي على الثلاث انواع. ايه هو شروط المد؟ المد ما ينفعش عليه همزة، المد يعني ما ينفعش الاقي الف كده واقول ده الف مد، لا خالص، غلط الكلام ده، غلط. الياء ما ينفعش الاقي ياء كده واقول عليها ده مد بالياء، غلط. ما ينفعش الاقي الواو كده واقول عليها ده مد بالواو، غلط. المد معلهوش اي همزة. الحاجة التانية، المد معلهوش اي حركات. ايه هي الحركات اللي عندي؟ الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والحاجات دي كلها، ولا تنوين. يعني ما ينفعش الاقي مثلا الياء كده، دي ياء برضو، ما هي الياء لا اما كده لا اما كده، والاتنين مد عادي. الياء كده اوكي، ولا عليها مثلا فتحه ولا عليها دي مد بالياء، لا غلط. المد ما بيحبش حاجه فوقيه، ما بيحبش اي حاجه خالص لازقه يعني عليه خالص. المد بيحب يبقى واقف بالشكل ده كده، الف هو كده، ده اسمه الف مد. المد بيحب الواو تبقى عامله كده، ما فيهاش ولا فتحه ولا تحتها كسره ولا فوقها ضمه ولا اي حاجه. المد بتحب الياء كده او الياء كده، بص مفيش اي حاجه ما ينفعش يقف عليها اي حاجه، ولا همزه ولا يقف عليها اي شيء خالص، ولا فتحه ولا ضمه ولا كسره، المد ما ينفعش. تمام، يبقى فهمنا كده. يبقى شروط المد ان ما ينفعش عليها همزات، ما ينفعش عليه حركات، فتحه ولا ضمه ولا كسره ولا سكون ولا اي شيء خالص. طيب المد بقى، المد ليه صاحب اسمه الممدود. يبقى ادي المد دايما دايما ماسك، ادي ايد المد اهي، بصوا ارسمه لكم، ادي الايد، مش عارفه ليه كام صباع بس ماشي. ليه صاحب دايما ماسك ايده اهو، برضو صاحبه مش عارفه ليه كام ايد. صاحب المد دايما اسمه ممدود، هو اللي بيبقى واقف الناحيه دي فعلا. تمام، يبقى المد اللي ماسك دايما ايده قبليه اسمه ممدود، والممدود بيبقى هو بقى اللي عليه الحركة. قلنا الحركة اللي هي الفتحة والضمة والكسرة. تمام، طيب اي مد كده، يعني مثلا مد الالف، ادي مد الالف، الالف اهي، الالف طبعا ما تلزقش حاجة بعدها، الالف ممكن تلزق قبلها، الكلام ده واخدينه في كيجي. الالف اهو مدد ايده عشان يمسك الممدود صاحبه، اهو هيمسك ايد الممدود. الممدود بقى ينفع عليه حركة؟ مدام الالف بيحط عليه فتحة عشان يعرف الناس ان ده صاحبه، محدش يكلمه، يبقى الممدود في حالة مد الالف عليه فتحة. طيب مد الواو، الواو طبعا بتختار حركة الضمة تحطها على صاحبتها الممدودة عشان بتبقى شبهها. تمام، والياء الممدود بتاعها، الممدود بتاع الياء الكسرة، يبقى ألف بيحط على الممدود بتاعه فتحة، واو ضمة، ياء كسرة. تمام، المد بقى يعني ايه مد؟ المد يعني انا بمدي صوتي، بمدي صوتي. طب بمدي صوتي لمين؟ للممدود، ما هو عشان كده احنا صحاب. يعني مثلا كلمة، بصوا الكلمة دي، بصوا يعني انا لو جبت الشين لوحدها كده وحطيت عليها فتحة، دي اسمها ايه؟ شين فتحة شا، شين فتحة شا، بس هي معروفة كده، شين فتحة شا. تمام، اما احط وراها الالف ده، هو عليه همزة؟ لا. عليه فتحة او ضمة او كسرة او اي حاجة؟ لا. يبقى اذا ده الف مد. تمام، ما دام معلوش همزة ولا عليه اي حاجة، واقف كده واقف كده، يبقى ده مد. طيب بيعمل ايه بقى في الممدود؟ بدل ما اقول شا اقول شا
وامد شويه. ليه؟ عشان الالف بتاع المد خلى الممدود صاحبته يبقى ليها صوت عالي قوي، يبقى اسمها شاكر. طب يلا نلعب اللعبه دي تاني. بص بقى، هنا في مد، انا عارفه ان المد الف واو وياء، يبقى اول ما تيجي كلمه وعايزه اسال الكلمه دي فيها مد، ادور الف واو وياء، ادور على الف او واو او ياء. في هنا الف مش شايفه، في واو برضو مش شايفه، لا في ياء اهي. طيب الحاجه التانيه ابص عليها فتحه ولا ضمه ولا كسره؟ عليها، لا مش عليها. ممكن يبقى كده، ما يبقى هي فعلا، لان المد ما ينفعش عليه همزه ولا فتحه ولا ضمه ولا كسره، يبقى هنا ما عليهاش حاجه خالص، يبقى ديت مد بالياء. تمام، فين الممدود بتاعها اللي هو الحرف اللي ماسك ايديها؟ طب الميم؟ لا 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 لا، الحرف اللي قبليه اللي ماسك ايديه من الناحيه الثانيه اللي هي الظه. طيب ايه ده؟ ده محطوطه كسره فعلا، لان المد الياء بيحط تحت الممدود بتاعه كسره. طب يلا نقراها. احنا لو كنا قلنا سوري الظه لو تحتها كسرة، ظه كسرة ظي، بس ظه كسرة ظي. طيب اما يجي وراها مد بالياء، يلا المد بيعمل ايه في الممدود بتاعه؟ بيخليه ليه صوت طويل قوي، فهنقول ع ظي كده. اعرف ان في ايه مد بالياء خلت الممدود بتاعها طويل شوية، عظيمة. الظه لازم يطلع فيها لسانك لانها من الحروف اللسوية صاحبة اللسان. وبرضو لو حضرتك لو 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 ابن حضرتك مش يعني ما يعرفش الحاجات دي، حضرتك انزلي روحي لقوائم التشغيل واتفرجي على الحاجات التأسيسيه. طبعا على فكره مش عيب، بالعكس انت بتأسسي ابنك اكتر واكتر. الحروف اللسويه 3 حروف بنطلع فيها اللسان، عشان ده بيسهل لابنك القراءه، بيسهل لابن حضرتك ان هو يعرف يتملى كويس. ما هم يشوف الميس بتطلع لسانها في حرف الذال هيعرف يفرق ان دي ذال ولا زين. الزين ما بيطلعش فيها اللسان، لكن حروف اللسويه 3 حروف ث بيطلع فيها اللسان، فده الفرق بين الث والسين، الاثنين نفس الفتحه. يعني ما اقول سه فتحه ث، سين فتحه س، الاثنين نفس الصوت، بس الفرق ان واحده فيهم بتطلع لسان، فلو طلع فيها اللسان هيقراها قراءه صحيحه. طيب نكمل. يبقى دلوقتي قلنا المد بيعمل ايه في المد ليه صاحب اسمه ايه؟ اسم ممدود. المد ينفع عليها فتحه ولا ضمه ولا كسره ولا سكون ولا اي حاجه؟ لا. المد ينفع عليها همزه؟ لا. طب مين اللي ينفع عليه الحاجات دي؟ الممدود صاحبه اللي هو قبليه، مش اللي بعديه. تمام، اللي قبليه. طيب مد الالف بيحط على الممدود صاحبه ايه؟ فتحه. مد الواو بيحط على الممدود صاحبه ايه؟ ضمه. مد الياء بيحط على الممدود صاحبه ايه؟ كسره. تمام، المد بيعمل ايه؟ ايه يعني ايه مد؟ مد يعني بيحب صاحبه قوي، فبيخلي صوته كبير او طويل قوي. تمام، اللي هو الممدود. تمام، يلا نشوف التمرين. طبعا ده مراجعه، ولو عايزه شرح بالتفصيل حضرتك روحي لقائم التشغيل او تابعي الفيديوهات الجديده اللي هتنزل للمراحل لسنه اولى والمراحل التاسيسيه الخاص بالمد والممدود. طيب عندي هنا اكمل الكلمات التاليه بحرف المد. انا تاني باكد الطفل هو اللي يقرا العنوان. شايف ده؟ دي اسمهم ايه بقى؟ فهود. ده كده دي جمع، عشان كذا واحد. احنا قلنا المفرد بتبقى حاجة واحدة بس، لكن مادام هما كتير كده يعني هو ده اللي المفروض لوحده اسمه فهد. تمام، اما احط جنبه صحابه يبقى اسمهم فهو هو هو. بص بقى الهو ديت انا طولت شوية فيها، فهود. هو عايز يحط حرف مد. احنا قلنا المد 3 الف وواو وياء. يلا فهو فهود. انا بضم بقي، يبقى المد ايه هنا؟ بالواو، لان مد الالف بيخليني الممدود بتاعه افتح فيه بقي، لكن مد الواو بيخلي الممدود اضم بقي، لكن مد الياء بكسر بقي عشان بحط على الممدود تحت الممدود كسره. ده اسمه تل مي مي ميم كسره مي. مين اللي بيخليني احط كسره؟ مد الياء. تلميذ اهو، بص كده
مد الالف بيخليني احط على الممدود فتحه، مد الواو بيخليني احط على الممدود ضمه، مد الياء بيخليني احط على تحت الممدود كسره. خلاص اثبت، خبطت في الستاند وانا بحرك. تلمي، يبقى الميم تحتها مد، تحتها كسره عشان ميم كسره مي، وبمد قوي عشان في مد بالياء، يبقى هنا في ياء وهنا واو. طيب دي اسمها ايه دي؟ بو بو ماتون، بو ماتون، بو. بص بضم بقي في البه، يعني البه هنا عليها ضمه، بو بو بمد قوي فيها بالليه. مين اللي بيخليني احط على البه ضمه في المد؟ مد الواو. بص دي مش معلمه، مش معلمه واحده، لا دي كذا مدرسه مع بعض، المدرسه هي المعلمه. معلمه، ما بفتح بقي عشان في مادة ألف، هو اللي يخلي على الميم عليها فتحة، الممدود بيحط عليه فتحة وبيمد فيها قوي. تمام. طيب أنا كده عشان الفيديو مدته طول قوي، وطبعا ده هتزهقوا يعني، لأن كده مدته فعلا طولت قوي قوي قوي، فهنعمل جزء تاني في فيديو تاني أفضل، بدل ما يعني ندخل، بدل ما نكمل كله، لان انا شرحت تقريبا بالتفاصيل يعني، وطبعا ده افضل ما ندخل على طول. بس قبل ما اقفل الفيديو، بس هنحل التمرين رقم 5 وكده، وتمرين رقم 11 عشان يبقى موضوع، لان احنا خدناه انا ونحن، فاكرين انا ونحن ده حد يفكرني دي اسماء اشاره؟ لا، في اغنيه كده كنا بنقول عليها ايه اسمها، ايه اسمها، ايه، ايوه اسمها ضمير المتكلم. ضمير المتكلم بيحب يكلم نفسه، انا انا نحن، هما اتنين بس، انا للمفرد، انا للمفرد، نحن الجمع. طيب يلا نقرا مع بعض. فلاحات، شايفين اللام اللي واقفه فوقيها الف دي؟ دي اسمها لام الف، ودي اللي فوقيها دي اسمها شده. يعني هنزل فيديو خاص للشده والحرف السكون ان شاء الله، فيديو جديد ممكن يبقى افضل من القديم برضو، بس ان شاء الله هنزله لو لقيت تشجيع منكم ان شاء الله على القناه في اليوتيوب، ان شاء الله هنزل لكم الجديد. فلاحات، فلاحات دي جمع ولا مفرد؟ هي خلي بالك احنا بنلاقي واحده بنت، واحده بس بنقول عليها فلاحه، لكن دي نقول ايه؟ فلاحات، يبقى دي جمع. تاخد انا ولا هينفع نقول انا فلاحات، ولا نحن؟ نحن هي اللي بتيجي مع الجمع، نحن. جندي، 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 فلاحات برضو اللي فوق ده اسمها تنوين، واعمل فيديو خاص بيها. جندي، جندي، ده هو ده كده كتير ولا يعني؟ لو كتير هتبقى اسمها جنود، لكن لو واحد بس بنقول عليه جندي، جندي هي تنوين، يبقى انا مفرد، انا جندي. ناكل، هو ما انت بتيجي بتاكل بتقول انا ناكل ولا انا اكل؟ انا اكل، لكن نحن ناكل، النون دايما بتاخد النون زيها، يعني نحن للجمع بتاخد ناكل، يعني اما يبقى في فعل بتخلي الفعل ده نون. وبرده لو حضرتك في فيديو موجود في قوائم التشغيل الفرق بين الاسم والفعل، لو حضرتك مستعجله قوي ممكن تتفرجي عليه لو ابنك ما عندوش معلومه عن الاسم والفعل. يبقى نحن ناكل. اذاكر، لسه بقول اهو، اذاكر ده فعل، الفعل يعني حاجه بتتعمل، الاسم ليه شروط، الفعل دي اي حاجه تقدر تعملها، يعني انت تقدر تذاكر، تقدر تاكل، تمام، الفعل حاجه انت بتعملها. اذاكر، انا اذاكر. بصوا فاكرين كلمه اطباء اللي انا ماسكاها من اول، عشان كلمه طبيب واطباء دي بالذات اللي دايما اطباء دلوقتي، الكلمه اللي انا قلت اللي انا على طول ماسكاها، لاني اكتريه الاطفال بتتلخبط بين طبيب واطباء، فاطباء يعني قصدي بتتلخبط في جمع طبيب، ما بيقولوا كلام غريب، فاطباء دي جمع طبيب، الطبيب اللي هو الدكتور باللغه العربيه اسمه طبيب، جمعها اطباء، اطباء دي جمع، يبقى ما ينفعش اقول انا اطباء، انا اقول انا طبيب، يبقى نحن اطباء. مهندسة، مهندسة، بصوا اخرها ت مربوطة، يبقى انا عرفت على طول ان ديت مؤنث، يعني بنت، هفضل اقول مؤنث بنت لحد ما تحفظوها، تمام. طيب دي مفرد ولا جمع؟ مهندسة واحدة بس، لو جمع نقول مهندسات، تمام، يبقى انا مهندسة. طيب
تمام. انا كده عشان ما اطولش الفيديو لانه فيديو كده طويل جدا، احنا شرحنا جزء كبير، ف ان شاء الله ان شاء الله نكمل بيت لاني عشان ما ندخلش، بس انا عارفه ان انتوا لسه بتراجعوا لاولادكم، فعشان ما نلخبطش الدنيا في بعضها هكمله واعمله جزء تاني ان شاء الله، وهتلاقيه برضو في قائمه التشغيل عشان لو عايز تدخل وتراجع لابنك بدل ما تتوه وسط الفيديوهات، لان الفيديوهات في القناه فيها فيديوهات كتير لحاجات كتير، يعني مش خاصه بالشرح بس. طيب هنحل التمرين ده بس الاول. بص، المؤنث المذكر الذال، لازم اطلع فيها لساني عشان الذال الذال من الحروف اللي بيطلع فيها اللسان اللي هي اسمها الحروف اللثويه. اوكي، المؤنث هي واو. المؤنث دي تنفع مد؟ لا، عشان هي عليها همزه. احنا قلنا ان المد معلهوش فتحه ولا ضمه ولا كسره ولا اي حاجه خالص، الممدود اللي عليه الكلام ده. حالة الواو الممدود بيبقى عليه ضمة، لكن المؤنث دي مش مد. تمام. هنا بيقول لك دلوقتي مدي لك تلات اربع كلمات وبيعايز يقول لك مين فيهم متكتب في المؤنث ومين في المذكر. احنا قلنا اي الكلمة اللي اخرها تاء مربوطة بتعتبر مؤنث. تمام. بس نشوف هنا، رجل رجل، تبقى ايه على طول؟ مذكر. المذكر قلنا حاجة ولد، حتى الولد هو اللي ماسك اليافطة بتاعت المذكر. رجل يبقى مذكر. طبيبة اخرها تاء مربوطة مؤنث، تبقى مؤنث. ام طبعا ما فيهاش تاء مربوطة، بس الام دي انت شايف ماما ايه، مذكر ولا مؤنث؟ طبعا الام تتحط في المؤنث. بيت، مع ان اخرها تاء زي كلمة بنت، بس البيت مذكر. تمام. عشان كده انا ما قلتش ان اي كلمه اخرها تاء مفتوحه، انا قلت اي كلمه اخرها تاء مربوطه، وليس هاء مربوطه، وليس تاء مفتوحه. تاء مفتوحه عادي زي كلمه بيت، هي اتقابلتني في المذكر، وقابلتني قبل كده بنت في المؤنث، بنت مؤنث، لكن بيت مذكر. يبقى الكلمه اللي اخرها تاء مربوطه هي اللي مؤنث. لكن ممكن اقول كلمة اخرها تاء مفتوحه زي بنت عادي مؤنث، وام ما فيهاش تاء مربوطه ولا في اي حاجه، بس بنت بس عادي، احنا عارفين انها مؤنث. فانت برضو حاول شغل عقلك كده شويه وشوف هي ديت مؤنث ولا مذكر، يعني بنت ولا ولد. احفظ بقى، مؤنث يعني بنت، مذكر يعني ولد. تمام. كده الفيديو خلص. التمارين كتيره جدا، كنت متوقعه ان انا هراجع على كله النهارده، بس مده الفيديو طويل جدا، فاعتقد ان انتوا هتزهقوا، بس هنعمل جزء تاني. احنا وصلنا، بس احنا رجعنا جزء كبير جدا جدا، فهنكمل الباقي ان شاء الله. تابعوني على القناه على اليوتيوب، علشان تقريبا كل الشغل هينزل هناك، يعني ده بيبقى اسهل لي، اسهل ما انا احمل في احمل وفي كذا حاجه، فبيبقى اسهل لي. او تابعوني على قناه على صفحه اسس ببساطه على الفيسبوك. تمام. شكرا لكم جدا، ولو الفيديو عجبكم يا ريت لايك عشان احس التشجيع منكم، واكمل ان شاء الله في كل المواد، مش هنشتغل عربي بس، هنكمل ماس وهنكمل حساب للناس اللي عربي، هنكمل انجليش سواء كونكت بلس او كونكت العادي. فتابعوني، بس زي ما قلت لكم تشجيع منكم بقى، ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان نستمر معاكم ان شاء الله. وما تنسوش ان قائم التشغيل هي اللي فيها كل الفيديوهات متقسمه بالشكل اللي يعني هيعجبكم باذن الله. وشكرا ليكم جدا جدا، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.